نشرة الظهر للأخبار من الوطنية الأولى ونبدأها بالعناوين. بلدية منوبة تعرض تجربة نموذجية في النزاهة والشفافية وتوقع اتفاقية مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد لتكوين الإطارات في هذا الغرض. تظاهرات تنشيطية وأخرى ترفيهية للأطفال في أول أيام عطلتهم المدرسية. مصر تشيع جثامين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية، ومجلس الوزراء يعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر. مرحبا بكم مشاهدين في هذا الموعد الإخباري، ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعتنا أيضا مباشرة على بوابة التلفزة التونسية أو عن طريق اليوتيوب وطنية ريبلاي. ونستهل النشرة بالتطورات الجوية، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت الليلة الماضية على مناطق الجنوب التونسي وخاصة ولايتي تطاوين ومدنين، تسببت في فيضان أودية الخيل والزوي وأم الكرمة، وقد أدى فيضان المياه إلى انقطاع حركة المرور بالطريق الجهوي الرابطة بين معتمديتي الذهيبة ورمادة من ولاية تطاوين، كما تم تسجيل سيلان عدد آخر من الأودية بمعتمديتي بني خداش من ولاية مدنين على غرار أزري ديب والخير وكسر الحلوف، حيث نجحت وحدات الحماية المدنية ومصالح التجهيز في إجلاء المواطنين العالقين. وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني طلبت من مستعملي الطريق ملازمة الحذر وعدم المجازفة والامتثال إلى إشارات أعواني ودوريات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية محافظة على سلامتهم. وفي القصرين، وبسبب تجمع مياه الأمطار وسط الطرقات، تعطلت أشغال تهيئة البنية التحتية بمنطقة قصرين الشمالية، مما انعكس مباشرة على حياة المواطن وأعاق السير العادي للحياة اليومية، إلى جانب تضرر عدد من المباني. كميات متفاوتة من الأمطار تشهدها ولاية القصرين، أمطار كشفت عن واقع البنية التحتية بالجهة، فاكتسحت برك المياه الشوارع وتضررت المنازل بشارع 14 من جانفي وحي الكرمة، ما أثار تذمر المواطنين. الروقرات مبيه بالماء، اشترى الديار من هنا وكلها باش تطيح، كل اشترى الديار هذه وكلها باش تطيح، الماء صب الامطار صبت هذه الكل سرت تحت الديار. كياس مسكر، الواحد على رجليه ما يتعداش، الكرعه ما تتعداش، حتى شيء، وتعبين ياسر في الطريق هذا، تعبين ياسر ياسر خلاص. شارع 14 من جانفي يعد الاكثر تضررا من كميات الامطار المتهاطله، لتتعمق ازمه التجار المتصبين هناك وتتعطل حركه المرور، الا ان هذه الاشكالات يبدو انها تسير نحو الحل باستئناف المقاول أشغال تهيئة شارع 14 من جانفي، وهو مشروع رصدت له ميزانية تتجاوز 360 مليون دينار. المطر ما حبسناش، خاطر نعرفوا لي كونديسيون معناتها كريتيك على الأخر، لما برشا إشكاليات معناتها شارع دولاب معناتها منطقة حساسة، المدة هذه اللي حبسنا فيها معناتها الإشكاليات اللي كانت موجودة وكلها معناتها تحلت. فيما عدا ذلك ان شاء الله معناتها بالنسبه لشارع دولاب توا فوا بوتوت معناتها 8 شهور وقدام ان شاء الله يبدا كل شيء نظيف. مشروع دولاب فهمتي ولا لا نعملوا فيه في اللي ضلوا اظن اللي مشي استانفت الاشغال فهمتي ولا لا، نظرا ثم عديد الصعوبات وقفنا عليها، والفني الاخوه الفنيين من التجهيز ولون اسف فهمتي ولا لا يعطيهم الصحه كانت عينيهم محلوله. عديده هي الطرقات والمسالك التي يستعصي استعمالها بولاية القصرين مع هطول الأمطار، منها تلك التي خضعت للتهيئة والتحسين، إلا أن الأشغال فيها لم تكن في المستوى المطلوب على غرار حي الكرمة، ما يتطلب تدخلا عاجلا ورقابة متواصلة من السلطة المعنية للمقاولين. وفي ابن خداش من ولاية مدنين، خلف سقوط جدار على عدد من سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى المحلي بالجهة خسائر مادية جسيمة، وذلك جراء تهاطل كميات هامة من الأمطار وفيضان عدد من الأودية. في موضوع آخر، تم صباح اليوم بقبة النحاس بمنوبة إمضاء اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الشؤون المحلية والبيئة والنيابة الخصوصية بمنوبة من أجل تفعيل وتكريس آلية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وتتضمن هذه الاتفاقية تكوين إطارات البلدية وتوفير المعدات اللوجستية من أجل أن تكون بلدية منوبة نموذجا في الشفافية والوضوح في التعامل مع المواطن. هذه
التجربة النموذجية تهدف إلى تجذير الشفافية ومكافحة الفساد لدى الموظفين. بمقتضى الاتفاقية هذه باش يتم تدخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتركيز وتدعيم أكثر أساليب الحوكمة الرشيدة، تطوير الإدارة فيما يتعلق ببلدية منوبة باش إن شاء الله تكون فقر بوقت مثال يحتذى به وتصبح نموذج من نماذج النزاهة للإدارة التونسية. إن شاء الله التجربة هذه اللي نتمناوها أنها تنجح ويقع تعميمها. في الشأن التربوي، نفت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعوتها إلى أي إضراب يومي 11 و12 من أفريل الجاري بالمؤسسات الجامعية التونسية، وأوضحت في بيان لها أنها بصدد التفاوض مع وزارة الإشراف على أكثر من ملف، وتشارك في 10 لجان فرعية تعمل بالتوازي حول النظم الأساسية واستقلالية الجامعة والحوكمة والخارطة الجامعية والجودة والحياة الجامعية والبحث العلمي، منبهة من مخاطر ما وصفته بمحاولة ضرب وحدة صف الجامعيين. ويشار إلى أن نقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين قررت تنفيذ إضراب وطني عام ليومين بدءا من الغد في كل المؤسسات الجامعة التونسية. العطلة المدرسية اختلف التلاميذ في كيفية تمضيتها، فمنهم من اختار الترفيه في حين رأى البعض الآخر أنها مناسبة للمراجعة. مع حلول العطلة المدرسية تتجه أنظار التلاميذ إلى وسائل الترفيه والتسلية، وفي هذا الإطار تقوم بعض المدارس بتنظيم رحلات بين المدن تهدف لاكتشاف المخزون الثقافي. في رحلة جبنا الصغيرات يتفرهدوا ومنجينا للقروين، ومن القروين نتعديو الجم وان شاء الله والمهديه. هذاك هو علاش احنا عملناها الرحله على هذاك، باش الصغيرات كي يرجعوا بروح جديده ان شاء الله. هذه من احسن رحلات مشيت انا في رحلاتنا، والرحله انا تصورتها حاجه اما طلعت حاجه اخرى برشا زاده، طلعت احلى وخير. وبالمناسبه باش نعطي ملاحظه على الفسقيه، نحب نقول لكم يا ناس حافظوا عليها، راهي تراث تونس، حافظوا. احنا باش نطوروا بلادنا يلزمنا نحافظوا على تراثها. وفي داخل المكاتب العمومية هناك حركية كبيرة، فالأطفال يأتون خلال العطلة للاستمتاع بقراءة القصص والألعاب الفكرية. نحب نقرأ قصص تاريخية وقصص علمية برشا، معناها قصص شعرية. مكتبة عمومية نلخصوا قصص ونقرأ. وشنو نوعية القصص هكا اللي تحبها؟ السلسلة الخضراء نحبها، وبرشا قصص أخرين. كل يوم نجي الصبح نقرأ شوية قصص، والعشية نقعد في الدار كي، وبعد العشية نمشي نتفرج شوية أنا وأخواتي. في العطلة ما شاء الله يقع عنا قبيل كبير، وعنا انخراطات اشتراكات برشا، وقاعدين قائمين ومطربين صغيرات ومحليهم، ويجيوا يقرأوا قصص فرنسية عربية في العلوم في كل المجالات، في التاريخ في الدين، وما شاء الله لهم. قد تختلف كيفية تمضية العطلة بين التلاميذ، إلا أن جميعهم يعتبرها مهمة جدا لاسترجاع الأنفاس. هذا وكان لعدد من الأطفال اليوم موعد مع فعالية مهرجان قرطاج للطفل في دورته الثانية بالمركب الثقافي بقرطاج المدار. التظاهرة مثلت فرصة للأطفال للترفيه، وسعت إلى نشر قيم الحياة والمحبة عبر فقراتها المتنوعة. النشيد الوطني وعرض الفرجوي لللباس التقليدي، انطلقت فعاليات مهرجان الطفل بقرطاج في دورته الثانية تحت شعار طفل يبدع وطن يتطور. عجبتني ياسر المشاركة، على خاطر نحب ياسر تراث بلادي واللبسة العربي، ونرمو احنا نحترموها على الاخر. تفرجوا في العروض واللبسة. حاولنا من خلال جلسات تنسيقية مع كافة المؤسسات التربوية والثقافية بمدينة كارتاج باش يكون البرنامج متنوع يمس الشريحة العمرية للأطفال الكل، يكون فيها معناها أنشطة ثقافية وتنشيطية. هذه الدورة الثانية مازالت متعثرة شوية، حبينا تكون معناتها فيها إمكانيات أكثر، أما إن شاء الله من العام للعام تتحسن شوي.
تزامنت هذه التظاهرة مع انطلاق العطلة المدرسية والتي مثلت فرصة للأطفال للترفيه واكتشاف المبدعين منهم. ورشة الرسم من 9 حتى نص نهار باش نخرجوا شنو اللي عندنا في الصغار، خاطر كل صغير وعنده ما يقول في روحه في الرسم. كل تابلو يرمز الحاجة وعلى الغضب وعلى حاجة توا يعني. إذا ممكن هذه فريمون تحيي ساعة المواطنة عند الصغير، هذا بريمو. سكوندو بالنسبة ليه شانجمون توتال في حياته. على امتداد 4 أيام عدد من الأطفال سيكونون على موعد مع عروض فرجوية لرسم الابتسامة على وجوههم. أعلنت رئاسة الحكومة اليوم عن تعيين لطفي العرفاوي رئيسا مديرا عاما لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ومحمد بوسعيد رئيسا مديرا عاما للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر. عربيا ودوليا، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طوقا أمنيا على غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك بحجة عيد الفصح، إذ شرعت قوات الاحتلال منذ منتصف ليل البارحة في تكثيف تعزيزاتها الأمنية وغلق معابر المدينتين ومنع المصلين ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما من أداء صلاة العشاء تحسبا لاعتكافهم بالمسجد. كما نشرت الشرطة الإسرائيلية وحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين. أقر مجلس الوزراء المصري اليوم إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، إجراء اتخذه الرئيس المصري بعد التفجيرين اللذين هز العاصمة والإسكندرية. وسط تعزيزات أمنية كبيرة وغضب شعبي واسع، تشيع مصر اليوم جثامين الضحايا الذين فاقوا 40 والذين سقطوا أمس بين طنطا والإسكندرية جراء تفجيرين استهدفا كنيستين، ليقبر ضحايا طنطا داخل الكنيسة المستهدفة، فيما يدفن ضحايا الإسكندرية بدير مارمينا. فين الأمن؟ عدى واحد أحسن ناسس 6 كيلو. لم نكن نتوقع أن ناس معانا في البلد في محبة وفي صداقة وفي ألفة وفي عشرة وتصل إلى هذا الحد. أكثر من 100 شخص أصيبوا أيضا خلال العمليتين المنفصلتين بفارق زمني قدره ساعتان، إذ استجد الانفجار الأول داخل كنيسة مار جرجس في الغربية شمال القاهرة، ليتبعه تفجير ثان وقع أمام الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية. الدنيا ظلمت مرة واحدة، صوت جامد، أنا جالي زي إغماء وحد زقيني وقعت. في ثواني كده بقوم نفسي بالعافية بصراحة، لقيت أسس قدام مني وحواليا، حاولت أطلع، طلعت على الدكك في باب جنينة، طلعت منه وخرجت في الجنب، لما سمعت بقى صوت صريخ اطلعوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. واحد دخل لابس جاكيت بني ودخل لغاية الكنيسة من جوه وعند عند الهيكل بتاعنا فجر نفسه. سمعنا انفجار عالي جامد وطلعنا جرينا، لقينا الكنيسة من جوه كلها دم والإزاز كله بتاع الكنيسة مكسر. وعقب قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنشاء مجلس أعلى يكافح التطرف والإرهاب وتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر، انتشرت القوات المسلحة المصرية بأبرز الساحات عبر المحافظات كلها خاصة منها ميادين العاصمة تأمينا للمنشآت الحيوية. عقبة مصر مثلوا هدفا بارزا للتطرف السنوات الأخيرة، إذ وقعت 4 عمليات كبرى بين اعتداءات وتفجيرات منذ 2011 أوقعت عشرات الضحايا ومئات المصابين، وتبنى تنظيم داعش الإرهابي أغلبها. يتصدر الملف السوري محادثات وزراء مجموعة الدول 7 الصناعية الكبرى في اجتماعهم السنوي اليوم، كما تناقش هذه القمة التي تستمر يومين الوضع في ليبيا ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى العلاقات مع إيران وانعدام الاستقرار في أوكرانيا.
وسط تزايد حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وحلفاء دمشق بعد الضربة الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار شعيرات العسكري في سوريا، يلتقي اليوم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اجتماعهم السنوي، اجتماع يتوقع أن تهيمن عليه مجموعة من القضايا وفي مقدمتها الملف السوري. وستمنح هذه القمة التي تستمر يومين في مقاطعة توسكانا الإيطالية، ستمنح أول فرصة لتوضيح السياسة الأمريكية إزاء حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، خاصة بعد تصريحات السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة التي قالت أنه لا إمكانية لإيجاد حل سياسي في هذا البلد في ظل بقاء الرئيس السوري بشار الأسد. ويأتي هذا الموقف غدا تأكيد مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيدريكا موغيريني من الجزائر أن الخيار العسكري في سوريا غير مطروح. لقد وضحنا خلال قمة بروكسل التي انعقدت الأسبوع الفارط أنه لا وجود لحلول عسكرية في سوريا، والاتحاد الأوروبي واضح ومتأكد بخصوص هذه النقطة. كما يتصدر الوضع في ليبيا جدول أعمال مجموعة السبع، وتأمل إيطاليا في الحصول على دعم صريح للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس. كما يناقش وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ملفات حارقة أخرى على غرار مكافحة الإرهاب والعلاقات مع إيران وانعدام الاستقرار في أوكرانيا. شهدت العاصمة الصومالية مقاديشو تفجيرين متزامنين، وذلك بعد انفجار سيارة ملغومة وتفجير انتحاري نفسه داخل أكبر معسكرات التدريب في مقاديشو، ما تسبب في مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين بجروحى، وذلك وفق ما أفاد به مصدر عسكري. هذا ولم ترد أي حصيلة للهجومين، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من التفجيرين، إلا أن حركة الشباب الإرهابية المتطرفة صعدت من تفجيراتها في مقاديشو في تحد للحكومة الجديدة التي عينت في مارس الماضي. وفي أخبار الرياضة، ضمنت أربع فرق تأهلها إلى الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية للأندية البطلة لكرة الطائرة للسيدات، وذلك في أعقاب منافسات اليوم الرابع والتي دارت أمس الأحد، وهي اتحاد قرطاج منظم الدورة المتأهل عن المجموعة الأولى، وأنابيب كينيا عن المجموعة الثالثة، وشمس المصري والنادي الصفاقسي عن المجموعة الرابعة. وفي كرة القدم الأوروبية، حيث أهدر فاينورد روتردام نقطتين ثمينتين خارج ميدانه في الصراع نحو لقب الدرجة الأولى الهولندية، وحقق أيندهوفن الفوز بخماسية على ضيفه فيلم، فيما استعاد بنفيكا نغمة الفوز بالدرجة الأولى البرتغالية. مع احتدام الصراع نحو لقب الدرجة الأولى الهولندية قبل أربع جولات من النهاية، باتت الأمور أكثر تعقيدا خصوصا بالنسبة إلى كوكبة الصدارة، ففاينورد روتردام بات متذبذب نتائج في ظل التحاق نادي العاصمة أياكس أمستردام بركب المتراهنين على لقب الإيرديفيزي، بعدما قلص الفارق لنقطة وحيدة في المركز الثاني خلف فاينورد المكتفي بالتعادل المخيب في الأمتار الأخيرة أمام مضيف العنيد جفولا الذي كان تقدم بثنائية نظيفة قبل أن يتمكن أبناء المدرب جوفاني فان برانكورست من إدراك التعادل والعودة بنقطة من فخ ملعب الأوستخينك. وبمعقله فيليبس أرينا لم يجد بي اس في أيندهوفن أي صعوبة في اكتساح ضيفه فيلم تيلبورغ بخماسية نظيفة، رفع بموجبها رصيده ثالث الترتيب العام إلى 68 نقطة، ليبقى على بعد أربع نقاط من صاحب المركز الثاني أياكس وخمس نقاط عن المتصدر فاينورد، مبقيا كذلك على فريق مريح ومسافة أمان بينه وبين أقرب ملاحقي أوتريخت الرابع ب 53 نقطة. وإلى الدرجة الأولى البرتغالية في جولتها الثامنة والعشرين، حيث استعاد بنفيكا توازنه نتيجة إيجابية التي استعاد معها الصدارة ولو بفارق نقطة وحيدة عن بورتو إثر الفوز الواقعي بهدف دون مقابل على حساب مضيف موريرينزي في اللقاء الذي دار بينهما على ملعب فريتاس دي ألميدا. وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع نجمه اليوناني كوستاس ميتروغلو منذ دقيقة 42 ليرفع بنفيكا رصيده إلى 68 نقطة، فيما تجمد رصيد موريرينزي عند نقطة 21 في المركز 16.
وإلى عالم الكرة الصفراء، حيث توجت الروسية أناستازيا بافليتشينكوفا بلقب بطولة مونتيري المكسيكية للتنس للمرة الرابعة في تاريخها، إثر تغلبها في النهائي على منافستها الألمانية أنجيليكا كيرر المصنفة أولى عالميا بمجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6-4 و8-6 و6-1. ومن أجواء الملاعب إلى أجواء المهرجانات، حيث تحتضن معتمدية تمغزى هذه الأيام فعالية المهرجان الدولي للواحات الجبلية في دورته 31، وذلك بمشاركة فرق محلية ودولية، تظاهرة تهدف إلى التعريف بتنوع المشهد الثقافي الذي يجسد عمق الموروث الحضاري لهذه المنطقة. عروض فرجوية نشطت شوارع المدينة وأدخلت أجواء من الفرحة وتابع جمهور كبير. سنا فيه مشاركات معناها من فلسطين ومن اليابان، ثم زاد فقرات للأطفال معناها باش تكون موجهة للأطفال، فيها جوائز وألعاب، فيها مسرحيات، فيها سينما موجهة للأطفال، تكون فيها المأكولات الشعبية اللي تميز جهة تمغزة، كذلك هنالك مسابقة في تسلق النخيل. الاقتصاد من دورة اقتصادية متاع المنطقة، والحمد لله معناتها في الدورة دي الناس جاي زيار من كل بلاصة، كما تعرفوا تمغزة هي فرض روحها بالمناظر الطبيعية، فهمني، والحمد لله ثم أمن واستقرار. الأصايل من فلسطين ولأول مرة بتونس بعروض فنية وشعرية في مهرجان تمغزى. علي تونس حتى تخبرينا توارت راية التحرير فينا، نهضنا نرجع الأقصى إلينا وما كنا بغيره عائدين، تبادلنا دماء العز فخرا، يحدثنا الشهيد عن البنين. كما مثلت هذه التظاهرة الثقافية مناسبة لتمازج والتقاء عديد الثقافات من تونس واليابان. فريق ياباني في تونس، سنركز لكس يابانية ووطنية. بين عروض فرجوية وسهرة ليلية تمزجت فيها الإيقاعات والنغمات، تفاعل معها الجمهور الحاضر. المهرجان الدولي للواحات الجبلية بتمغزى في دورته 31 ونسخته الأولى دوليا مثل مناسبة مهمة لالتقاء عديد الثقافات والحضارات على وقع لوحات فنية وعروض متنوعة تتواصل على مدى 3 أيام، ويأمل منظموه أن يحقق نجاحا جماهيريا واقتصاديا بمعتمدية تمغزى. من أخبار الفضاء، وبعد مضي 13 عاما على وجوده في مدار كوكب زحل، يستعد مسبار أمريكي للغوص في أجواء الكوكب الغازي العملاق، وذلك في 15 من سبتمبر بحسب ما أعلنت عنه وكالة الفضاء الأمريكية. هذا ويحمل المسبار الأمريكي كاسيني 12 جهازا علميا، حيث سيقوم في 26 من الشهر الجاري بأول نزول له في الغلاف الجوي الذي لم يسبق اكتشافه، والذي يفصل زحل عن حلقته. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بعناوينها. بلدية منوبة تعرض تجربة نموذجية في النزاهة والشفافية، وتوقع اتفاقية مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد لتكوين الإطارات في هذا الغرض. تظاهرات تنشيطية وأخرى ترفيهية للأطفال في أول أيام عطلتهم المدرسية. مصر تشيع جثامين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية، ومجلس الوزراء يعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر. وفي الختام نشير مشاهدينا إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.